معايا لفة جلاش، ويفضل ان هو يكون تكون طازة و ماركتها كويسة. طيب نيجي لحتة الجلاش الطازة، هستأذنك يا احمد خلي المقادير شوية. نيجي لحتة الجلاش الطازة، طب انا دلوقتي عايزة اعمل الوصفة ديت وعندي لفة جلاش في الفريزر وكسرت وبقالها كتير، هل كده باظت ارميها؟ لا مفيش الكلام دوت، امال اعمل ايه؟ اللي احنا هنعمله النهارده حضرتك هتختلفي في حاجه بسيطه، اللي هو ايه؟ هتمسكي لفه الجلاش تكسريها بايدك، تقطعيها شرايح بالسكينه، تقطعيها تقطيع عشوائي، وهتعملي برضو منها نفس الوصفه، وهقول لك واحنا شغالين تعمليها ازاي. طيب مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معايا مشروم شرايح، وسبانخ مفرومه، بصلايه مفرومه، معلقتين كبار من الثوم المفروم، وفلفل رومي احمر مفروم، ومعايا حبه كزبره ناشفه، وملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايز. عملت ايه دلوقتي؟ انا سحبت منك الطاسه معلش. حطيت ايه؟ حطيت الثوم والكزبره عشان انا عايزه اطلع الروائح الحلوه، علشان هنزل عليهم المشروم، عشان انا عايزه ان هو يدبل كده مع التومه اللي احنا حطيناها ويطلع لي روايح حلوه قوي ونتيجه مضمونه مليون الميه. مش معنى ان انا عامله الاكل ما فيهوش لحمه ولا فراخ يبقى انا ناكل اي حاجه اي كلام، مفيش الكلام ده بالشكل ده كده. يلا نرفعه على النار تاني، رشه الملح، مجرد المشروم اصلا ما نزل مع التومه والكزبره ريحته تحفه، حبه ملح وفلفل اسود، اشوح، مجرد ما تشوح واللون المشروم اتغير معايا كده، وانا بحب المشروم الفريش جدا جدا جدا، ما بنصحش باستخدام المشروم المعلب ابدا ابدا ابدا، بيبقى مجلد كده وعامل زي الكاوتش وملوش اي لازمه. هبدا ان انا اعمل ايه؟ انزل بالبصلايه، انا نزلت بالثوم الاول ونزلت عليه بالكزبره عشان اطلع روائح الثوم الحلوه اللي هتطعم لي المشروم، نزلت بالمشروم خد اللفه الحلوه بتاعته كده بالتشويحه مع شويه ملح وفلفل اسود، رجعت بعد كده نزلت بالبصل علشان لو كنت نزلت بالبصل الاول ونزلت عليه بعد كده بالثوم كانت البصل السوائل اللي فيه هتكتم لي ريحه الثوم مش هتظهر زي ما انا عايزه. نزلت بالبصل ونزلت بالفلفل الرومي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، عايزاها تبقى سبايسي ما فيهاش اي مشكله، حطي فلفل احمر سبايسي او حطي فلفلايه رومي خضراء، بس انا بحب حته التناسق بتاعت الالوان دي، بحب حته اللي انا باكلها تبقى الوانها حلوه قوي، فانا عشان السبانخ خضراء فرحت حاطه فلفلايه رومي حمراء. بعد ما كل دوت دبل بالجمال ده كله انزل بالسبانخ الفريش والموسم بتاعها دلوقتي طالعه ما شاء الله عليها، انزل كده واشوح ده كله كده ويدبل. ان دلوقتي لو الجلاش عندي مقطع بالشكل ده كده وفي مشكله اعمل ايه؟ ولا اي حاجه يا ست الكل، احنا معانا رب يعني بفضل ربنا ما بنقفش على حاجه وما بنغلبش، نعمل كده بالشكل ده كده. بصوا طبعا هي اغلبيتها مكسر واغلبيتها مقطع. طب هقول لكم على حاجه، هنلف كده واروح جايبه سكينه حاميه، بدل ما نعملها طبقات نعمل حاجه تانية. بص يا ست الكل، عشان لو لفه الجلاش عندك مكسره او بايته او حطاها بقالك فتره في الفريزر وبدات ان هي تكسر معاكي وما بقتش طازه، هنغلب والنبي يا ستات ما بنغلب اهو، نعمل كده عملناها قبل كده كذا مرة وممكن نعملها النهاردة كمان عشان لفة الجلاش اللي جاية مش طازة اهو. بسم الله، لفة الجلاش بعد ما كنا ناويين ان احنا نعملها طبقات زي ما احنا ما متعودين، بدأت ان انا الاقيها ان هي مكسرة ومش طازة، فروحت مقطعاها بالشكل ده زي ما عملناها قبل كده كذا مرة. دهنت الصينية بتاعتي بشوية زيت وبيكنج باودر في الارضيه، ورجعت بعد كده حطيت نص كميه الجلاش اللي احنا مقطعينه شرايح بالشكل ده، وبدات ان انا بالفرشه كده وابدا ان انا اعمل كده. ما اكيد مش همسك شريطه شريطه قبلها يعني من الخليط، لا كده بالشكل ده، وارجع بعد كده اجيب الحشوه بتاعتنا. عايزه اقول لكم دقتها في الفاصل عشان اظبط الحياء بتاعها او الملح بتاعها، يا نهار ابيض على الجمال، السبانخ مع وخصوصا لما بتكون فريش مع التوم مع المشروم وهو فريش كده بيبقى عظمه بالشكل ده كده.
نبدأ ان احنا نوزع الخلطة او الحشوة. طيب لو حد يانونا بقى عايز يعملها لحمة مفرومة نعملها بنفس الطريقة دي؟ اه يا ست الكل، بس بدل الزيت والبيكنج باودر بنحط سمنة وحليب معاه، يعني بدل ما نحط زيت بس لا بحط حليب وسمنة مع البيكنج باودر بالشكل ده كده، وبنبدأ بقى نسقيها من فوق كده بالحليب والبيكنج باودر والسمنة، يطلع معايا زي الفل بالشكل ده. بصوا الحشوة عاملة ازاي، ريحتها تحفة، تتاكل بالمعلقة كده حيف. ارجع بعد كده اروح واخدة باقي الجلاش بالشكل ده. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 كده، الجلاش كده ببيكنج باودر وزيت بالشكل ده كده، بس هو ياخد اللون بتاعنا. طبعا الحشوه اللي جوه مستويه خالص وجميله وزي الفل، فانا يا دوب هياخد اللون وابدا ان انا اطلعه علشان نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. نقفل عليه ونتابعه يا شباب. زي ما حضراتكم شايفين كده ريحة السبانخ نفسها مع المشروم والثوم، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حاجه كده ما شاء الله عليها. طبعا مش احنا عملناها متقطعه بالشكل ده كده عشان لقينا لفه الجلاش مكرمشه معانا وبدات ومش مدياني النتيجه اللي انا عايزاها، او مش هعرف ان انا افردها بسهوله او مش طازه قوي، عشان كده رحت مقطعاها قدامكم وقلنا ان مفيش حاجه ملهاش حل.